شباب اعطونا اي حماس، اي زقفه، اي شيء، العالم عم تربح هون. ايوه هيك، ايوه هيك، ايوه هيك. رح نبلش معاكم في برنامج هاي السنه مليان بالجوائز، والدليل انه احنا هاي السنه بس بدنا نربح الناس، حتى من البرومو تبع البرنامج كنا عم نعمل مسابقات لحتى نبلش بالجوائز. وما رح اطول عليكم كثير، رح نبلش فورا فورا بتربيح الجوائز للناس اللي جاوبونا على البرومو، لحتى نبلش نحمسكم ونخبركم اكثر عن برنامج رمضان اللي احنا موجودين معاكم فيه بشكل مباشر. كان في عندنا برومو برايز اب اللي هم شركائنا اليوم، رح يكون الشخص اللي عرف الجواب صح واللي ربح معنا لما اشترك في هذا البرومو اسمه منذر ابو كف. فمبروك يا منذر، ألف مبروك، أول شخص بربح معنا في البرنامج اليوم. راح تكون عم تربح معنا فاوتشر بقيمة 150 دينار مقدم من رايزر. ألف مبروك يا منذر. وهذا الشخص اللي ربح معنا سيارة إكس تريل لمدة يومين قبل ما نبلش، هذا الشخص هو إسراء نواف. ألف مبروك يا إسراء، جاوبتي صح وكتبتي على الكومنتس جوك رمضان. والشخص اللي ربح معنا هذا الباكيج بشكل مجاني على البرومو هو قصي عماري. ألف مبروك يا قصي، ربحت معنا باكج رمضان. رح تروح تشيك على صحتك وإن شاء الله بتضل بألف.